أنا إسراء، صباح الخير. ألو صباح الخير. ألا هديد متهمة لاباس؟ لاباس الحمد لله. فين هي الضحية؟ هاي أرني الضحية، أرني الضحية. كراكم بغينا نكتبوا معنا في محكمة الأطفال. ألو إسراء 11 عام، صباح الخير إسراء. صباح النور. شو المشكل اللي عندك مع ماماك؟ قلت خليني نلعب في الدار، ملي كنكون كنلعب في الدار كتقول لي الدار ماشي ديال اللعب، الزنقة اللي لعبي فيهم كتخليني نخرج. واه شنو هاد النوعيه ديال اللعب اللي كتبغي تلعبي في الدار وما كتخليكش ماماك؟ فال انا وخويا كنبغي نلعبوا في الدار شي لعبه، مثلا كتلعب في الزنقه بحال شنو هاد اللعبه ديال بغيتو تلعبوا؟ بحال زعما شدني نشدو كنغمض لي عيني بواحد الزيف، انا كنشدو كنغمض لي عيني قاش ايه اسرع والو ما كتخليكمش كاع تلعبوا؟ لا اعطيني ماماك. المتهمه. صباح الخير. صباح النور سهام. صباح الخير عليكم سهام. الدعوه هذه ما عجبتنيش، باش كتدافع على راسك؟ هو كتدافع على راسي كنقول لها الزنقه هي ديال اللعب ماشي الدار. كيفاش الزنقه هي ديال اللعب؟ زعما تخرج ملي كنعطيها شي وقيه تخرج للزنقه تلعب في الزنقه ماشي في الدار. ولكن دابا انت ما خايفاش على بنتك؟ كنظن خايفه على الماعن اللي عندك في الدار وعلى الصالون وعلى التلفازه ولا شيء. ها الزنقه خرجي هرسي ماشي مشكل. لا الزنقه ولكن حتى الباب ماشي بعيده عليا كنشوفها، ولكن في الدار راه ما نقولش لك ملي كيتلاقاو وياه شنو كيديروا. اش كيديروا؟ بزاف ديال الشغاب. بحال الشغاب هذا وهذيك غميضه اللي كيلعبوا راه عارف اش كيديروا؟ راه كيتخبوا في الماريوات، يتخبوا لك تحت الطبله، يتخبوا ما كطيح لك شي حوايج ما يطيحوش لك على راسك انهم راه مخبيين فيهم. ايوا وشنو كتبغيش؟ ومني ما كتبغيش شنو كدير بنتك؟ وكتبدا تبكي كتقول لي انت ما كتخليني في الزنقه كتعطيني نص ساعه وتدخليني في الدار في الدار ما كتخلينيش نلعب وفين غنمشي؟ قالت لي فين غادي تخرجيني؟ مسكينه ما كتخرجينيش واصلا بعدا ما تنخرجهمش بزاف. دابا انت كتعترفي امام محكمه الاطفال ما كتخرجيهم ما تخليهم يلعبوا في الدار مره. اسمح لي واخا محكمه الاطفال غادي ناخذوا معنا كلمه الممثل الحق العام. لا الحرمان ديال هاد الطفله من الحق ديالها في اللعب راه كيعاقب عليه القانون ديال الاطفال ديالنا، يعني كنطالب انا باقصى العقوبات لهاد الام اللي ما فكرتش كاع في الحق ديال بنتها. الدفاع ديال الضحيه. لا انا متفقه، انا ما خصش البنيه تلعب بزاف، ولكن عاوتاني ما خصش ماماها تقول لها ما تلعبيش. واه ما يمكنش ما تخرجهاش ما تلعبهاش، واش غتبقى ديري كتقرا وكتدخل للدار؟ ما يمكنش. كلمه الدفاع ديال الضحيه. سمح لي هذا كيدير اضطهاد نفسي كبير للبنت. البنت هي شو كتهضر معاك؟ ما كتلعب لا في الدار لا في الزنقه، ما يمكنش نخلوها بحال هكا. انا كنطالب اقصى العقوبات لهذه السيده هذه اللي كتحرم بنتها من الحريه ديالها كطفله. ناخذ الضحيه في اخر كلمه. اسراء 11 سنه نذكر. اسراء تفضلي. الو شنو الكلمه اللي بغيتي تقولي لماما كات الصباح؟ اخر كلمه. تخليني نلعب في الدار. تخليك تلعب في الدار واخا. ناخذ الضحيه ماماها 40 سنه، شنو اخر كلمه تقولي لمحكمه الاطفال؟ الو شنو اخر كلمه تقولي قبل ما ننطقوا بالحكم؟ واخر كلمه اش غندير؟ ندير لها خاطرها نخليها تلعب شويه في الزنقه، ماشي ما نخليهاش تلعب، راه تلعب غير ماشي واحد ما كنعطيهاش بزاف ديال الوقت، شويه المهم راه تلعب. دخل بغيتي ديري تنازل. ندير تنازل واخا. غادي ناخذ واحد 10 ثواني للمداوله. محكمة أطفال صافي خرجت. انا غادي نمشيو على حساب الفصول 539 538 و540 من قانون الاطفال. المحكمة كتحكم عليك لان هضرتي على الشغب، غادي نحكموا عليك باللعب بدون جمهور مع غرامة ديال 20 درهم على حساب العافية اللي كتشعلوا في المدرجات. لا ماشي هادشي اللي كاين. شكرا صافي، رفعت الجلسة. السلام عليكم. سلامة.